اوكي قوم دي مقايا حبايب طارق الباشا نزل اغنية. الصراحة هذه الاغنية نزلها والله العظيم من احلى الاغاني اللي سمعتها بالنسبة لطارق الباشا، كلش خرافية. راح اعطيكم رابطها بالوصف، اريدكم تفجروها. 10,000 كومنت جيش مملكة القصص، الكل يروح يا حبايب يكتب له مبروك على الاغنية وبس، الكل يفجر الاغنية، الرابط بالوصف. يلا ننتقل للمقطع. الخبر هو اللي عدنا عن دايلر والاغنية مالته الجديدة اللي راح ينزلها. فدايلر نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات وكان بهذا البوست وكان به البرومو والفيديو كليب وكاتب عليه فيديو كليب قصة حزينة، حينزل يوم الخميس الساعة 6 بالتوقيت السعودية. راح ينزل على قناة اسمها دايلر ميوزك وعلى قناة الاساسية. راح احطكم البرومو والفيديو كليب اللي حابب نشوفه كامل. يقول لك لو العالم كله قرر انه يوقف بطريقي وصرت انا الوحيد اللي يلعب في فريقي، حسيت ان الحياة خلاص ملها عندي اي قيمة، لا تحاولي لانك تقريني، انا قصة حزينة. قصة حزينة للأسف انا مطلية كانت من فيني، للأسف خيبت املها ودي غير هذا الواقع، لكن ما باليد حيلة، شكلي راح انام راح انام نومة طويلة. ننتقل حاليا القمر مار اللي وصل حسبها بالانستغرام للمليون و200 الف متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. وننتقل حاليا ليارا مار، نزلت على حسابها بالانستغرام شوت ستوريات كان بها تطلب من المتابعين ان يسالوها اسئله هي واصدقائها، وصراحة استردكم ايش الضحك، شوفوها كامل. للجميع، مين انكد وحده بيناتنا؟ نكديه سنة. سنة. الموقف هو انه كنا على البحر، في هدول تبع البسكليتات اللي هيك شغلات كبيره هيك بيطلع عليها البسكليتات وبينزلوا، رفيقتنا كانت راكبه البسكليته طلعت لفوق، نزلت البسكليته لحاله ورفيقتنا لحالها، كانت نازله. مين اكثر وحده جابت علامات بيناتنا بسرعه؟ كلياتنا نفس العلامه، كنا كلياتنا فوق السبعينات. لا دي كلها نفس الورقه، كلياتنا نفس الورقه، ايش طبيعي الكل يجيب نفس العلامه. اكثر اغنيه مفضله عنا كلياتنا؟ شوف قلبي الجامد متكاتب، رنت كردانك بتشحت في متعوس اللي يقول لها لا من ابيها وامها. شو حلم، شو هو حلمنا؟ انا حلمي اصير محاميه. انت سنة؟ مذيعه راديو. انت؟ استني افكر بحلم. طيب قولي لي غيره. مهندسه اذاعه شرطيه. ما شاء. كم سنه صار لنا مع بعض كلياتنا؟ 4 سنين فعليا كلياتنا. فعليا كلياتنا 4 سنين، ولكن قلبيا 6 سنين انا وانت. لا سنة انا وانت. السؤال هو اغبى وحده فيكم؟ عيد السؤال كلهم. مين أكثر واحدة حنونة؟ ميرا. ستي ميرا. هي حنونة كثير. ليش مين أحلى واحدة فينا؟ أنا. أنا سنة. أنت. أنا 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 أحلى واحدة. مين أكثر وحدة بتاكل؟ أقسم بالله إنه راما أكثر وحدة بتاكل أكل فظيع فظيع فظيع، وآخر شيء آخر الشيء بتلاقوها هيك عصاية طويلة ونحيفة. أكثر وحدة بتاكل، أكثر وحدة بتاكل. مين اللي بيفصل طلعات عنا؟ وحدة مو موجودة هون اسمها ريان. اثنين مو موجودين، هن توم. هن الاثنين دائما بيفصلنا طلعاتنا. مين أكثر وحدة نفسية؟ صدقيني أنا. والله مو حدا، كلياتنا فرفش والله جد. كبي النزل انتوا حددوا مين بتشوفوا اكثر واحد نفسية بيناتنا؟ لا جد كلياتنا روحنا حلوة. جاوبوا عليه بصراحة، مين اقوى وحدة بيناتنا؟ انت. للحقيقة نكون واضحين يعني انا عم بكي بالزاوية. انا اقوى وحدة. اطول وحدة بينكم؟ كلهم طوال، كلهم بتلاقون 160-170 الا انا هيك جاية هيك ما بعرف بيناتهم كيف جاية بين الرجلين، بس اطول وحدة هي ميرا. مين اكثر وحده بتزعل مع داي؟ انا ميرا. مين اكثر وحده مستفزه؟ سنة يا جماعه وقت اللي بتخانق انا وياها يا محمد شو بتستفزني. مين اكثر وحده بتتاخر بالطلعات؟ انت. ليش؟ شو ليش؟ بيجي لعندك وبيشرب قهوه وبيفطر مع خالد. بيجي لعندي بيفطر وبيشربوا قهوه وبيفتحوا لي الشباك. احنا بنفتح كم بعدين حتى تفيق انت. وروح حاليا المتابعين وفضيحتهم البي سان تيكت، بحسربوا له هذا الفيديو او هذا الستوري اللي كان بي سان تيكت قاعده بنص الشارع تقريبا الساعه 3 بالليل هي واختها وقاعدين تدخن، كان وياهم شخص، هذا الشخص انا توقعته بالبدايه وسام ولكن بعد دقيقه طلعت هو مو وسام. راح اعطيكم هذا الستوري شوفوا كامل واكتبوا لنا شو رايكم. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات تشوفون هذا الموضوع فضيحه او لا.
واخر شيء نختم احمد ابو الربع عيد ميلاده في اليوم يا حبايب، هو عيد ميلاده فنزل هذا الستوري كاتب ضايل ساعه عيد ميلادي بس احضروا انا وين. بعد نزل شويه ستوريات كان بيها من داخل المستشفى، فواحد واحد من الاصدقاء كان مريض الله يشفيه يا رب. بعد نزل شويه ستوريات كان مسوي لي مفاجاه، طبعا كل عام وانتم بخير عقبال مليون سنه يا رب، وراح احط لكم الستوريات اللي حاب نشوفها كامل. اوكي يا جماعه، انا حاليا مع دبكات في المستشفى. او ماي جاد، مريض شو هالدلع يا زلمه، انا مش جاي تمرض الا في عيد ميلادي. والله اخوي هاي مناسبه خاصه. طبعا قبل شوي طلبوا من دكات يعمل فحص معين اللي هو فحص البراز، ما كنت شحنا بالتفصيل كيف كيف عبيت في علبه هالقد. كيف بدك اسئله ما تسال هالقد كثير صغيره، كيف قدرت تركز؟ اعطوه كاسه كثير صغيره، قلت لهم يا جماعه اعطوه جاب هيك. اوكي، فاجيت على البيت لقيت عمر عامل لي مفاجأة. يا سلام، ايش الطاولة؟ ما شاء الله طلع. اوه انت دخلت كمان معاه؟ انا انت مشارك؟ انا على الكيك يعني. الكيك سمعت يعني احترم. بس صراحة مبدع يعني، تعرف فكرة خلطة الالوان، بعدين هون على اليسار وتعابير الوجه والديتيلز. اشرح لك، الابيض اللي على اليسار يمثل بيض قلبك. اخضر كانت علم فلسطين. بس والله حبابنا وصلت المقطع، اتمنى ما عجبكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه عشان يكون فيديو زي مقاطع من الخصاص، ومع السلامه.